بابا، انا جبت المشروب السحري اللي بيخلينا نصغر ونكبر. مشروب سحري؟ مشروب سحري ايه ده اللي انت جبتيه؟ وجبتيه منين اصلا؟ كان في اعلان على النت واشتريته من عليه ب100 جنيه. يا بنتي بيشتغلوكي، هتلاقيه ولا سحري ولا حاجه. لا مش نصابين، تحب اوريك؟ طب الشباب يوريني. ايه ده طلع سحري بجد. شفت بقى يا بابا انه مش بيضحكوا عليا ازاي؟ طب ازاي بقى يا ناس هتكبري تاني؟ هشرب بقى تاني وهكبر. ايه ده الحق يا بابا انا ما كبرتش. يا نهار اسود، البت بقت نمله. بابا هي شوري اختي راحت فين؟ بقى لها يومين عند تيتا. يوه يا بابا وحشتني قوي، نفسي العب معاها. ان شاء الله بكره ولا حاجه تيجي. ادعي لها يا كارما، ادعي لها تيجي بسرعه. يا رب يا شوري تيجي. ها عامل ايه دلوقتي يا جوري؟ يا بابا انا سعانه قوي. يا بنتي سعانه ازاي؟ ما انا حاطه في جيبي طول اليوم. زهقت يا بابا زهقت، عايزه اقوم بقى العب مع كارما اختي. كارما لسه سائله عنك دلوقتي وبتقول لي عايزه العب معاها. طب بقول لك ايه يا بابا، ما انا عندي فكره، شربها من مشروب السحر وخليها تيجي تقعد معايا. انا ناقص، انا نامي نامي يا جوري نامي يلا. خليكي بقى ها، ما تتحركيش جوه جيبي كل شويه.